السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أمهات طلابنا في الصف الثالث الابتدائي، إن شاء الله هنبدأ النهاردة أولى حلقات يونت 10، أول حلقة في الفيديو من عن يونت 10 الوحدة العشرة. هناخد منها إن شاء الله النهاردة الدرس الأول ليسون 1. تتكلم الوحدة بتتكلم على let's search online، نعمل بحث على الإنترنت. بذكركم في الأول إن معاكم قناة إنجليزي أسهل مع مستر سامي. لسه متنبش لينا ينضم عن طريق ضغط على زرار أحمر سبسكرايب الاشتراك وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلك الجديد بتاعنا، وصفحتنا على الفيسبوك بنفس اسم القناة الإنجليزي أسهل مع مستر سامي، متابعة وإعجاب بالصفحة وعلى انستجرام باسم سارة سامي 825. الأرقام هي 825 مكتوب بالإنجليش والاسم كمان مكتوب بالإنجليش. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناخد إيه مع بعض النهاردة؟ هناخد لسون 1. بيتكلم إيه؟ بيقول لي listening and reading. تعالوا نشوف الحوار ده زي ما انت شايفين كده بيقول لي إيه. بس في الأول كده قبل ما نبدأ عشان ما ننساش، ناخد مع بعض من ملحق التقويم المستمر في آخر الفيديو. هنكون قادرين على حل بيج 42 و 43، 42 و 43 بيتكلموا على الكلمات دي وازاي نكتب الجملتين دول. يلا بينا مع بعض نبدأ. الحوار بيقول ما بين البنت والولد، فالبنت بتقول do you have a computer to do your homework. يعني يا هاني انت عندك كمبيوتر في البيت او كمبيوتر بتمتلك عشان تعمل واجبك المنزلي؟ قال لها ايه؟ تعالى كده نشوف هاني قال لها عليها. قال لها نو اي هاف ا تابلت، انا معايا ايه؟ تابلت. اي فايند انفورميشن، بجد المعلومه اون ذا انترنت، على الانترنت. زين اي دو ماي هوم ورك ان ماي نوت بوك، بعد كده بعمل الواجب بتاعي في الكراسه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ هي ردت وسالته تاني وقالت له كان يو واتش فيديوز، بتعرف تشوف الفيديوهات؟ قال لها ايه؟ Yes I can watch videos on my tablet. بستطيع ان اراها على التابلت بتاعي. قالت له I want to learn to download photos، انا عايز اتعلم ازاي ايه ابدا احمل الصور. قال لها ايه؟ بتاع كنا ندور على نمبر 6. I can help you، قامت صاحبتها قالت لها I can help you، انا ممكن اقدر اساعدك. ايه اللي حصل؟ قالت لها thank you، شكرا لك. وفي الاخر I have a computer، رد عليهم صاحبهم قال لهم I have a computer، عندي كمبيوتر and I can download photos، واقدر انزل احمل الصور. I want to learn، انا عايز اتعلم to find information on a website، اجد المعلومات، اتعلم اجد المعلومات على المواقع. نشوف الفوكابلاري دي عندي هنا، لما يجيب لي شاشه فارغه كده تبقى دي اسمها سكرين، شاشه. طيب كمبيوتر جايب مع الماوس والكيبورد فاسمه كمبيوتر. هنا ويب سايت اللي هو موقع، والويب سايت هتلاقي ان السهم مش هقول لي فوق كده زي ما انتم شايفين سهم القعده. طب امال هنا جايب لي نفس الشاشه بس السهم في النص، ده ما يقول لي انفورميشن، معلومات، بيصور على المعلومات نفسها. طب عندي كمان سيلفون اللي هو الموبايل، معانا كمان كيبورد اللي هو حته مفاتيح، تابلت اللي هو التابلت، عندي الماوس اللي هي الفاره. طيب كل دي اسمها ايه؟ اسمها ديجيتال تكنولوجي، التكنولوجيا الرقميه. طيب تعالوا نشوف مع بعض كل حاجه من ديت بنكتب عنها ايه. هنا عن ماوس، وي يوز ا ماوس، بنستخدمها فور موفينج ذا ارو، عشان نحرك السهم اون ذا سكرين، على الشاشه. طيب هنا ماي مام يوزز ا سيل فون فور كولينج بي، وبتستخدم الموبايل علشان تكلم الناس. وي كان يوز ا ويب سايت، بنستخدم المواقع او الموقع اون ذا انترنت، على الانترنت تو فايند انفورميشن، عشان نجد المعلومات. A tablet is bigger، أكبر than a cell phone، أكبر من الموبايل. And is smaller than a computer، وأصغر من الكمبيوتر. A screen، الشاشة. Is used to see things، تستخدم عشان تعرض الحاجات عليها. On your computer، على الكمبيوتر بشوف الحاجات اللي عليها إيه اللي بتبقى موجودة على الكمبيوتر. طيب هنا we can read، ممكن نقرأ. And find information، ونجد المعلومات. On the internet، على الانترنت. طيب الكيبورد، we use a keyboard for writing on a computer، بستخدمها عشان اكتب على الكمبيوتر. طب هنا a computer is an electronic device، هو ايه؟ جهاز الكتروني. we can write، نكتب. and find information on it، نقدر نكتب ونجد معلومات عليه. نشوف الاكتيفيتي اللي على الجزئيه اللي احنا قرناها مع بعض. بيقول لي اول اكتيفيتي read and circle، اقرا واعمل دايره. الماوس اهي، سيل فون اهو، ويب سايت، الويب سايت طبعا هي ده. اكتيفيتي 2 بيقول لي لوك اند رايت، انظر واكتب. هنا ده تابلت، كيبورد، كمبيوتر،
وفي الاخر سؤال الكوبي. طب تعالوا بقى نشوف الحته المهمه دي. بيقول لي اللانجويج فانكشنز، الوظائف اللغويه اللي معايا النهارده، بيقول لي ازاي اعبر عن حاجه بمتلكها. اما اجي اقول انا بمتلك شيء هقول اي هاف. طيب هو يمتلك، تعالوا كده ناخدها برضو للعلم كده معرفه على جنب، هي وشي دول ياخدوا ايه؟ هاز، مفرد، مفرد من هاف هاز. لكن هاف بتيجي مع اي وبتيجي مع وي وزي، خليكم للمعرفة بس، ويو، يبقى دول ضمائر الفاعل الجمع ومعاهم صاحبتهم اي، بياخدوا هاف. لكن الباقيين اللي هي هو وهي ياخدوا هاز، المفرد من هاف. يبقى اي هاف انا امتلك، شي هاز هي تمتلك، هي هاز هو يمتلك، وي هاف نحن نمتلك. طيب يبقى انا هاف معناها يمتلك، وبعدها بذكر اسم الشيء اللي انا بمتلكه. I have a tablet، يبقى أنا لدي تابلت. طيب عندي إيه كمان؟ عايز أعبر عن المقدرة أو القدرة على فعل شيء، بقول I can. طيب can دي بتبقى مع ال مع I بشكل، ومع we بشكل، ومع she بشكل، وهي بشكل، لأ. قال لي can ثابتة، سواء معاهم كلهم هي لها شكل واحد اللي هي can، ما بيتضافلهاش حاجة ولا بيتشال منها حاجة. فهنا نقول إيه؟ I can download photos. بس خدوا بالكم كان بيجي بعدها الفعل في المصدر، ما فيهوش أي إضافات. يبقى I can download photos، أنا أقدر أن أحمل إيه؟ صور. طيب تعالوا نشوف بقى أسئلة على الجزئية دي. بيقول لي هنا read and choose، اقرأ واختر. I can، أنا أستطيع download photos، أحمل صور. زي can، ها بعدها الفعل في المصدر، watch videos. I can use the internet، برضه الفعل في المصدر. طيب تعالوا نشوف activity 2، rearrange، اعيد ترتيب and write. هتبقى I have a tablet، انا لدي تابلت. I can help you، اقدر اساعدك. Can you watch videos، ممكن تشوف فيديوهات. سؤال البانكتويت، الاي كابيتال في اول الكلام وفي الاخر في فول ستوب. طيب تعالوا نشوف activity على lesson 1 كله بقى. عندي هنا listen and complete، استمع واكمل. can you download photos، تقدر تحمل صور؟ قال لها او ردوا على بعض، قال له yes I can. activity 2 complete and match، اكمل ووصل. هتبقى screen ونوصلها بالشاشة، website الموقع ونوصل بيه، information ونوصل بيه. طبعا زي ما انتوا خدتوا بالكم السهم على information، لكن في الwebsite السهم كان على المربعات اللي فوق او الشريط اللي فوق. طيب activity 3 find and write، هنحاول نجد الحروف بتاعت الكلمة ونشطب عليها ونكتبها، ماوس وسيلفون وكمبيوتر. activity 4 read، اقرأ، guess، خمن، and number، ورقم. طبعا هتبقى نمبر اول حاجة اللي هي 2، سورة نمبر 2 بتتكلم، we use it to call people، عشان نتكلم الناس. طب نمبر 1 it has a mouse and a keyboard، بيبقى معاه ماوس وكيبورد. نمبر 3 we can find it online، بنجدها على الانترنت. it has much information، اللي هي المواقع يعني بيبقى فيها معلومات كتير. طب activity 5 read and complete، اقرأ واكمل. عندي 4 boxes، 4 مربعات فيهم كلام، هنبدأ نختار منهم. I have a computer، لدي كمبيوتر. I can learn things، أشياء، from different websites، من مواقع مختلفة. I can also watch، أشاهد videos. I can download music، أقدر أحمل موسيقى. I can use the internet for my homework، للواجب بتاعي. punctuate، يبقى الأول حرف capital وفي الآخر ده سؤال، فهيبقى question mark. can you watch videos. خلصنا مع بعض lesson 1 من unit 10. دمتم في أمان الله.